كما النوارس تطير نحو أسماكها ابتغاء رزقها، يتجه المئات من فقراء صيادي هذا البحر ممن ضاق بهم الحال بلا وسيلة إبحار، فصنعوا لأنفسهم شباكا يدوية بدائية للصيد واستقروا بها قرب الشاطئ. يعرف هؤلاء بصيادي شباك الطرح على شاطئ بحر غزة، ومن بينهم يستعد الشاب صدام الذي أمضى أكثر من عقد ونصف وهو يصطاد بهذه الشبكة التي وصفها جده بمقلاع الفقراء، لكنه لم يتخلى عنها حتى في الشتاء البارد. عامة تعين شباك الطرح، كل صيدين شبكة الطرح يعني كلهم وضعهم على الله، يعني بلا مؤاخذة احنا في شهر 12، فآخر 12 يعني قربنا على واحد موت ساقعة ثلج. مين جابر الواحد ينزل في مي ساقعة موت؟ ايش الواحد جابره ينزل؟ بس الوضع والماديات هذه هي اللي جابر الشعب. طلع شباب يعني واحد مش عارف شو بدي يحكي اكثر من هيك، خد شباب كله بينزل، شباب وكبار في السن، وكبار في السن واجيال كمان بتطلع جديده، فيش شغل تيجي تلجا لشبكه الطرح. على بعد امتار معدوده من صدام رصدنا محمد الذي لم يتجاوز عمره 15 ربيعا، يرمي شبكته في مواجهه بروده الطقس وامواج البحر بعدما اجبرته الظروف المعيشيه لاسرته على ترك مقاعد الدراسه وتعلم الصيد. فيش عندنا مركب، بس هي شبكتنا الطرح. لما يكون بحر عالي رزقتنا في البحر العالي، هذا اسمها شبكة الطرح. بنيجي 5-6 صيادين بنصيد عشوائي، صيد سمك اسمه ذهبان اسمه بوري في شبكة الطرح. أمرات ما نصيدش، أمرات نصيد يعني أرزاق. شبكة الطرح بتكون قريبة على الشط، وبدك تنزل بتنزل، بتكش تنزل بتكش تنزل. يعني ممكن انا احمل الشبكه معايا واحطها في على الموتوسيكل تاعي وبمشي، وين بلاقي سمكه بشوفها بعيني بصيدها، بتاكل سمك وقت ما بدك. مع تقلب امواج البحر يرصد صيادو شباك الطرح حركه اسماك البوري التي تقترب نحو الشاطئ للتزاوج نهايه كل عام، فيطرحون شباكهم في البحر لاصطياد ما تيسر منها، يحفظونها في حفرة على رمال الشاطئ ليعاودوا بعدها تسليك شباكهم استعدادا لجولة صيد جديدة. اللي بميز انه احنا نيجي في شبكة الطرح لانه في البوري الوحيد بيجي لشرقه هان على الشاطئ، هو السمك الوحيد اللي بيجي بشرق، هو اللي بنصاد في شبكة الطرح. يعني كله يعني اغلب اللي بصيده كله بده يبيع عشان يتمصرف يجيب مصروف بيته، وهي دير بالك شبكه الطرح بس لمصروف اليوم، فيش شبكه الطرح يعطيك العافيه بتفتح ايديك وبتقعد. يعني اليوم من صدت اكلت، ما صدتش بدي اقعد الدان والفلف من هنا ومن هنا. ولان لقمه عيشهم ليست سهله المنال، فقد اكتسب الصيادون بهذه الشباك خبرة خاصة في رصد الأسماك وكشف مراوغتها لهم وصيدها رغم حركة الموج وتقلب درجات ضوء الشمس. السمكة بتكون ماشي مع الموج، بدها نظر، قوة نظر. يعني ممكن تكون ماشي على الأرض السمكة بتلون حالها، ممكن السمكة تلون حالها لون الأرض وتمشي. في الدنب تبعها من فوق في علامة، ممكن العلامة هذه هي اللي تفرقها. إذا بدأ صياد يكون خبرة. لهم فسحة للراحة والشواء واستحضار الذكريات بعد جولات صيد متكررة يبدأها صيادو شباك الطرح في غزة قبيل شروق الشمس وتنتهي بعد الظهيرة. لما بتصيد لك كم من واحدة هيك بتفطرهم، مش باستهلات لا دار ولا بيع ولا، بنفطر 3-4 سمكات بنفطرهم بنكسبهم، ولما ربك بجبر بنبيع. يعني
يعني بالعاده هيك يوميا تعملوا؟ والله البحر مش زي اول، والله خيره قليل صار، والله كنا زمان كل يوم 4 كيلو 7 كيلو 5 كيلو 6 كيلو. اليوم مرات بتصيد لك كيلو 2 كيلو نص رطل، ما مش كثير والله خير يعني زي اول. التمرس على الصيد بمثل هذه الشباك يتطلب رغبة وخبرة وصبرا، ولكي تصبح صيادا بين هؤلاء عليك أن تعلم أن ثمة شباكا أخرى تسعى بدورها لنيل السمك الذي تتمنى أن يقع في شبكتك. ما يفعله هؤلاء الرجال ليس رياضة شد الحبل على الشاطئ، فأقدامهم التي تنغرس في رماله والأحزمة التي تلتف حول خواصرهم هي طريقتهم الخاصة في سحب ما يسميه صيادو غزة بشباك الجرافة التي يبلغ طولها نحو 100 متر. شبك الجرافة بيحتاج إلى ريس اثنين ومعاه أربع منهان وأربع منهان عمال على أساس إنه الريس هذا يمسك الطرف والثاني يمسك الطرف ويبدأ يسحبه، لأنه مش كل واحد بيقدر يسحب الجرافة هذه، لأنه ممكن يعني لو واحد غشيم شاف سمكات يرفع رجله عن الأرض، تشوف تتوى إنه رجلينا على الأرض دائماً، إحنا دائماً لأنه مخلي السمكة تطلعش من تحت، فلازم تكون ريس هان وريس هانا. تحمل هذه الشبكة عبر زورق صغير لمسافة 100 متر بعيداً عن الشاطئ بعد تثبيت طرفها الخارجي، ليلتف الزورق بطرفها الداخلي إلى الجهة المحاذية، ثم بالتضييق المتدرج يسحب طرفا الشبكة ببطء لمحاصرة وجرف ما يعلق بها من أسماك. لكن هؤلاء الصيادين لم يحظوا بعد محاولتين إلا بأسماك صغيرة من نوع السردين. الجرافة بتحتاج إلى 10 تنفار، العشر تنفار بيأكلوا منها يمكن 100 نفر أبنائهم، لكن الرزقة خفيفة خالص. ليش؟ نرجع للسبب الأساسي اللي هم فيش نوات، بس إيش النوات؟ النوات اللي هي اللي بتيجي هذا الريح من ريح مصري من هان أو ريح غربي قطبي، هذا بنقول له بحرك الطيار بحرك الطين اللي تحت في المي العمق غربة، فبتيجي السمكة تتحرك وبتنزل السمكة على البر عندنا. وبتلك الطرق البدائية والشباك التقليدية يتمسك صيادو غزة الفقراء بعزم ورثوه من مدرسة الأجداد لسد رمق عائلاتهم رغم سوء الظروف وشح الموارد، أملاً برزق يجود به البحر عليهم. حازم البنا، سكاي نيوز عربية، غزة.